السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. صحيح أن لاكامومي هي احتملة إلى دخلوا السادة المستمعين وما تنسمعوش عليها بزاف مقارنة مع الأعشاب الأخرى ولا الورود الأخرى. هاد لاكامومي أنا أول نصيحة بغيت نعطيها هو أن حيت الأغلبية ديال الناس تيشربوها في الليل باش تهدأ باش ينوصلوا إلى آخره وتيستخس. ألوغ أول واحد ما خصوش ياخذها أو لأول حالة ما خصناش ناخذوا فيها لاكامومي هي بالنسبة للمرأة الحامل، وخصوصا في الست شهور الأولى، يعني ممنوعة منعا كليا بالنسبه للمراه الحامل في هذيك الشهور الاولى. من بعد هاد الكامومي ولا البابونج، اسمح لي غنزيد غير واحد الاضافه، مادام انها ممنوعه انها تشرب المراه الحامل وبالتالي ممنوعه حتى انها ديرها فوق شعرها، لان معروفه لان كنعرفوا هذاك الشيء ديال الشعر تيتسرب للجلده بطبيعه الحال. الوغ الكامومي فيها ماده اللي كاينه بحال اللي كاينه في القرفه سميتها لا كومارين. هاد لا كومارين جايه من نبته من الكامومي، هي اللي فيها تركيز كبير، وهاد لا كومارين اللي كاينه في بزاف ديال الاعشاب ولا بزاف ديال النباتات اللي تتلعب هاد الدور هذا، هي اللي تتعطينا هذيك الخاصيه ديالها انها مهدئه، انها مرطبه، انها تتهدأ الاعصاب وانها تساعدنا باش اننا ننسوا. بطبيعه الحال ملي تنهضروا على لا كامومين الناس يعرفوا غير هاد الدور هذا ديال تهدئه الاعصاب، ديال انهم تيشربوها غير بالليل، ديال انهم غير باش ينسوا، لان كاين اللي تيولي مدمن عليها باش انه ينعس، لدرجه ان بدينا تنشوفوا الان اقراص مصايبين من لا كامومي، بدينا تنشوفوا حبات يعني سو فورم دو كومبليمون اليمونتيغ من لا كامومي باش الناس انهم ياخذوهم باش ينعسوا، وسيديروا بهم دي كور، يعني تيديروا بهم دي كور، ولا كاين اللي تياخذهم كل نهار، تيقول خويا ياخذهم ساعتين قبل ما ينعس مثلا، ولا ياخذهم ساعتين. صحيح انها مهدئه؟ نعم، هي جميع الاعشاب جميع النباتات تقريبا تعتبر مهدئه، ملي تنهضروا على اللويزه مثلا، ملي تنهضروا على النافع، ملي تنهضروا على الزعفران الحر، ملي تنهضروا على هذه كلها اعشاب داخله في الحنه، فليو كذلك، النعناع، راه النعناع براسه هو كذلك يعني يعتبر بين الاعشاب المهدئه، فهذه اعشاب اللي هي مهدئه مزيان اننا ناخذوها. غير هو ملي تنهضروا على هاد الاعشاب عندهم بعض الخاصيات اللي تتزيد من غير على انها مهدئه، انها خاصيات مهمه بالنسبه للجسم ديالنا. نعطيك مثال، ان البابونج مثلا يساهم في الوقايه من المشكل ديال فقر الدم. هذا بالنسبه للكموم، يعني ان الناس اللي تعانيوا من فقر الدم ممكن انهم ياخذوهم. داكشي علاش انا بديت بالمراه الحامل، لان خفت نبداو نهضروا على ان تتساعدنا بالوقايه من فقر الدم، تمشي المراه الحامل انها تاخذها. فهنا المراه الحامل ما خصهاش تاخذها، واخا على انها تتلعب هذا الدور هذا ديال تتقينا من المشكل ديال فقر الدم. كذلك بالنسبه للرياضيين، الناس اللي تيديروا الرياضه وخصوصا اهو نيفو، علاش؟ لانها تتساعد في المشكل، ماشي في المشكل، ولكن تتساعدنا في لا ريسبيراسيون، وبالتالي الناس اللي تعانيو من مشكل ديال الحساسيات او الناس اللي تضيقوا بالليل، لان سيت ان فازو ديلاتاتور تتوسع لنا العروق بحال فليو. فالناس اللي تعانيو من هذا المشكل انهم تيتخنقوا بالليل، انهم ما تيبقاوش يتنفسوا مزيان، فالشرب ديال لاكامومي تيلعب الدور هذا. بطبيعه الحال ماشي الشرب ديالها مره ولا جوج في الاسبوع وغنقولوا ما درت حتى شي حاجه، ولكن تيخصنا اننا تكون داخله وتكون حاضره معنا اننا نشربوها، لما لا تكون يوميا ولا على الاقل نهار على جوج اننا نشربوها بالنسبه للناس اللي تعانيوا من هذه المشاكل هذه. كذلك مثلا نهضروا على لاكامومي او لا البابونج، قلت بان فيه بعض المكونات بحال اللي كاينه في القرفه، وبالتالي تقدر تكون عنده بعض الخصائص نسبيا بحال اللي كاينه في القرفه، فهو انها مهدئ مزيان، ولكن بالنسبه للناس وخصوصا الرجال اللي تعانيوا من بعض المشاكل الجنسيه، فممكن انهم ياخذوا لاكامومي، وخصوصا تيديروا معها الراس ديال المعلقه صغيره ديال القرفه، يعني باش هي باش تحلي وما يحلوش بالسكر، وتشربوها، فهنا تتلعب تتعطي تتعطي واحد تتقوي. نعم تتقوي. واش ممكن بحال دابا البابونج وريدات ديال البابونج مع شويه القرفه نديرهم في اتاي؟ ممكن نديرهم في اتاي بطبيعه الحال، ممكن نديرهم في الحساء ديال الخضر كذلك، لان الاغلبيه ديال الناس يستعملوا هذه الاعشاب غير كوم انفيزيون، وانفيزيون بالماء بوحدهم، فممكن اننا نستعملوه مع اعشاب اخرى.
وممكن ان يكون عندنا خليط الاعشاب، لان دابا هذه هي اللي الا بغينا نقولوا الموضه. نتاكدوا من المصدر ديال هذه الاعشاب طبعا، ومن المصدر والكميه. نتاكد على الكميه راه باش لان شنو هي الكميه الممسوح بها مثلا في البابونج؟ راه ملي تنهضروا على الاعشاب تنبقاو نهضروا على 2 غرام 5 غرام 3 غرام غير شي شويه، كميات قليله جدا. يعني لان الناس يظنوا بان شحال ما زدنا في الكميه شحال ما غادي يكون عندنا النتيجه افضل واحسن، وهذا خطا. لان تيكون لو برينسيب اكتيف ديال العشبه، هذاك لو برينسيب اكتيف تيقدر يكون مفيد بكميات صغيره، ولكن تيقدر يولي ضار في كميات كبيره. وانا دائما تنرجع هنا، تنرجع للقرفه اللي تنعطي دائما نعطيو بها المثال، او حتى الحلبه او حتى امور اخرى. فبكميات الزعفران الحر، الزعفران الحر كذلك، كميات صغيره هي مفيده، ولكن كميات كبيره تتخلق بعض الاحيان تقدر تخلق لنا مشاكل اللي هي صعب من هذاك المشكل اللي حنا خديناه على ود باش نداويو. لهذا فالناس ما يسحبلهمش بان شحال ما تزادت الكميه شحال ما راها مزيانه. كاين الان كاين دي زويل ايسونسييل ديال 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 البابونج ولا ديال الكامومي اللي تيستعملوا كيف ما قلتي في بعض الوصفات التجميليه. نعم مزيان انهم يتخادوا، عندها خاصيه ديال التفتيح اما لون البشره. نعم. او لون ديال الشعر مزيان، ولكن ملي تنهضروا على باش نستافدوا منها، خصوصا ملي تنهضروا على الجانب الغذائي، ناكلوها تبان علينا. نعم ناكلوها تبان علينا. نهضروا على لاكامومي. لاكامومي مثلا فيها ليطانا، هاد ليطانا هما بحالهم اللي كاينين في اتاي، هما اللي كاينين في لوتي. مواد دابغه، هي مواد دابغه وهي مواد مهمه، واللي خصها باش تقوم بالدور ديالها خاص تكون مع لاكوماغين اللي كاينه في لاكامومي. لان مثلا الناس اللي تيجيهم الدوخه بزاف، مثلا لاكامومي هي ضد هذا المشكل ديال الدوخه. الناس اللي تيدخلوا بالليل مثلا وتيحسوا بشويه ديال الدوخه، لاكامومي تتحل لنا هذا المشكل هذا. ولكن ما غيمكنليش ناخذ، حيت تنهضر على لي زويل ايسونسييل، تناخذ يعني غير بعض المكونات من غير مكونات اخرى، فما يمكنليش نحقق هذه النتائج بتناولي لهذوك لي زويل ايسونسييل. فخاصني ناخذ العشبه، لا كامومي، ناخذ هذيك العشبه كلها. دابا خلاص راه تتباع في خنيشات بحال اتاي، يعني انا ولات شي على مود، ولا الناس ياخذوها بشكل كبير. لان بحال دابا الناس مثلا بالنسبه خصوصا الفتيات اللي تعانيهم المشكل ديال الحريق على مستوى البطن ديالهم، خصوصا في الفتره ديال الدوره الشهريه، فتنصحهم باش يشربوا لا كامومي. كاين الزعتر، ولكن كاين حتى لا كامومي لانها تتهدئ من هذاك الحريق على مستوى البطن ديال السيده اللي تكون تعاني من هذه المشاكل. غير هو خاص، حيت ملي تكون تناخذ حاجه مره اكيد ان ما غتكونش عندي نتيجه، فخاصني نواظب على هذاك الغذاء او على هذيك الماده، حيت بعض الاحيان تيكون عندنا نقص، وهذه المواد هذه الاغلبيه ديال الناس عندهم نقص منها. فملي تيكون عندي النقص الجسم ما غاديش يستافد منها 100%، فخاص يكون الجسم اصلا واصل للحد ديالو باش منين تناخذها من الفوق تتعطيني نتيجه افضل وتتعطيني نتيجه احسن. دونك انت تنصح باش نتناولوا لاكامومي مره في يومين مثلا، نقدروا نزيدوها في الاتاي كيف ما قلت، ولا ناخذوا انفوزيون، او كيف ما قلتي نلوحها في بحال دابا نعطيك مثال لاكامومي. لاكامومي هضرنا يوم امس على ازاله الشحوم من البطن. الوغ لاكامومي بطريقه غير مباشره تساهم في ازاله الشحوم من البطن. انا نعطيك كيفاش. لاكامومي تترفع من العمل ديال الصفراء او ديال المراره. المراره تتفرز لنا المواد اللي تتساهم في الهضم ديال 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 الدهنيات. هذا الهضم ديال الدهنيات باش يدار في احسن الظروف خاصنو المواد الانزيمات اللي غتقوم بهذا الدور هذا. الانزيمات تجينا من المراره، لان المراره تلعب دور مهم جدا في الهضم ديال الدهنيات. فمني تناكل لاكامومي عمل ديال المراره تتولي عمل مزيان، افراز انزيمات اللي غادي تهضم لي الدهنيات مزيان، وبالتالي تنقص من الشحوم داخل الجسم ديالي. هي طريقه غير مباشره، غير مباشره. فهاد لاكامومي بطبيعه الحال ما تنقولش الناس، هي لان الفكره اللي عطيتي قبيله هي مزيانه. مثلا نقدر نشرب نديرها مع اتاي. يعني مثلا يقدر اتاي اللي تنطيبو حنا نقدر ندير فيه شويه القرفه، نقدر ندير فيه شويه الكامومي، نقدر فيه يعني على حسب الذوق، على حسب المذاق، شويه الويزه، شويه الفليو، شويه الزعتر، والاحتياجات ديال الجسم ديالي. وتكون انفوزيون اللي غنشرب منها كاس في النهار. ممكن اليوم نشرب لاكامومي، غدا نشرب مثلا فليو، بعد غدا غنشرب الزعتر. غير هو ما تبقاش حتى توقع المشكل عاد تنبداو نقلبوا، حتى تيضرنا صدرنا عاد تنبقاو نقلبوا على فليو باش نشربوا فليو ونشربوا الزعتر. فاكيد هنا النتيجه ما تتكونش بحال الا كنا مولفين اننا تناخذوها، لان اصلا كنا تناخذوها لكن تناخذوها بصفه مواظبه بزاف، يعني نقدروا ما نوقعوش في المشكل. نعم الوقايه، والوقايه تولي تتبقى دائما افضل.
احسن من العلاج طبعا. شكرا لك سي نبيل عياشي على كل هذه المعلومات الواضحه والقيمه على البابونج او لا كامومي اللي خاصها تكون حاضره هي في المائده المغربيه اللي مالا بين العشوب اللي حاضرين بحال الزعتر بحال الفليو بحال النفاع، تكون حتى لا كامومي اللي عندها خصائص غذائيه وصحيه مفيده جدا.